الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين بنسبة صوم العذراء، وكل ايامكم يا رب تبقى ايام بركه وفرحه. النهارده ربنا بعت لنا كلمه من الفضائل الجميله قوي، فضيله الاحتمال. طبعا فضائل كتيره قوي قوي ربنا بيعلمها لنا، وفضيله مهمه اساسيه بتجمع كل الفضائل. عارفين السلسلة أو السبحة، الرباط اللي بيمسك السبحة دي اللي ماسك كل الفضائل. الفضيلة اللي بتمسك كل الفضائل هي فضيلة المحبة، بتجمع كل الفضائل. فضيلة الاحتمال من الفضائل المهمة جدا في حياتنا، واللي المسيح ذكرها في الكتاب المقدس كذا مرة، منها محتملين بعضكم بعضا. الفضيلة، فضيلة الاحتمال دي وصية في الكتاب المقدس. المسيح بيقول لنا محتملين بعضكم بعضا بإيه؟ بإيه بنحتمل بعضينا؟ بالمحبة. برافو. وفي بولس الرسول روميا، بولس الرسول قال لنا يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء، مش كده؟ وحاجة تانية، طوبة لمن يحتمل التجربة. طب كده احنا بنتكلم عن فضيلة الاحتمال. طب يا رب احنا نقدر نحتمل ازاي؟ او علمنا نحتمل. احنا كلنا بنتكلم عن الفضائل، في ناس كثيرة فينا ناس مبروكين وحلوين عندهم فضائل كثيرة قوي قوي. طب احنا يا رب وانا اولكم محتاجة اتعلم الفضيلة دي، فضيلة الاحتمال دي اتعلمها ازاي او اقتنيها ازاي؟ انا بسمع عنها بس اوقات كثيرة ببقى مش محتملة. احنا كلنا بشر مش كده، وكلنا ضعف. بس النهاردة عايزين نشوف مع بعض ازاي نتحمل بعض، وازاي تبقى عندنا الفضيلة الجميلة قوي دي اللي تخلينا عايشين في اطار السبحة اللي هي الايه، رباط الفضائل كلها اللي جوه اطار المحبة. طبعا الله محبة، احنا ما يبقى عندنا الفضائل دي نبقى فين؟ في المسيح يسوع مش كده، في المحبة. فاحنا النهاردة عايزين نعرف ايه الحاجات اللي تخليني احتمل، ايه الحاجات اللي تساعدني على ان يبقى عندي الفضيلة دي اللي هي فضيلة الاحتمال. بنقول ايه؟ المحبة تحتمل كل شيء. يبقى اي اول حاجة اتكلمنا فيها اللي هي المحبة. طب ايه تاني يخليني اتحمل؟ اول ما تذكر ان ربنا متحملني. مش ربنا محتملنا كلنا؟ هو ربنا بيتحمل واحد او بيحابل واحد واحد؟ لا، ربنا في محبته شايلنا كلنا وبيحتملنا ايه؟ كلنا. الآية بتقول إيه؟ إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، مش كده؟ كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد لطريقه، كلنا يا رب خطاه أمامك، لكن ربنا عمل إيه؟ بيعمل إيه ربنا؟ احتملنا كلنا، احتمل العالم كله، ربنا محتملنا كلنا، وإحنا لما نشوف إن ربنا محتملنا لازم إحنا نتحمل إيه؟ نتحمل بعضينا. دي أول نقطة، المحبة. ونتذكر ان الله محتملنا كلنا بكل اخطائنا وكل ضعفاتنا، كلنا كغنم ضللنا، احنا كلنا في قطيعك يا رب ضلين، كلنا بنتوه ونبعد عنك، لكن انت بتطول بالك علينا وبتحتملنا. حاجة تالتة، الاحتمال يحتاج الى وداعة وهدوء. الانسان الغضوب، الانسان النرفز، الانسان اللي روحه قصيرة مش ممكن يتحمل حد، لكن الروح الوديع الهادي هو اللي يتحمل ايه؟ يتحمل الكل. القلب الواسع يلم الكل، يسع الكل، يتحمل الكل. لكن قلب ضيق تلاقيه دايما مش متحمل حد، مش طايق حتى نفسه. القلب ده لا يعرف يتسع ويتحمل الناس ويجوب الناس، ولا بتبقى عنده حكمة. انسان روحه قصيرة ما بيبقاش متحمل حد. لكن احنا بنقول يا رب ادينا حكمة، ادينا قلب واسع يتحمل الكل، يتحمل المسيئين، يتحمل كل الظروف اللي احنا فيها. احنا بس الاول بنقول النقط اللي تدينا الفضيلة الاحتمال دي، وبعدين نقول امثلة منها عشان نتعلم منها اكتر. ثالث حاجة، الانسان اللي عايز يكسب الناس لازم يتحملهم. يعني انا عشان اكسب انسان تعبان او انسان ضعيف، تفتكروا لو اتنرفزت عليه هجيبه الكنيسة هتحمله؟ هعرفه المسيح اللي فيا؟ مش هكسبه. اكسبه بايه؟ اكسبه بحبي، باحتمالي ليه، اكسبه باني اطول باله، اكسبه باني اوريله المسيح اللي فيا.
المسيح اللي بيحتملنا كلنا، اعرفه المسيح اللي فيا ده شكله ايه. المسيح وديع هادي، قلبه بياخد الكل، احتماله بيساعد الكل. المسيح هادي في كل تصرفاته معانا عشان يجيبنا كلنا لحضنه. المسيح احتمل العالم كله. بولس الرسول بيقول يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعف الضعفاء. يعني محتاجين ايه؟ محتاجين ايه هنا نحن الايه؟ احنا عايزين نشترك عشان نعرف نجمع حاجه. نحن الاقوياء، القوي هو اللي يتحمل، لكن الضعيف عنده زي قلت قله حيله، يروح متنرفز، يروح يشتم، يروح يعمل اي حاجه ملهاش لازمه. لكن القوي اللي هو ايه؟ يتحمل غيره. اما هيتحمل هيعرف يتصرف بحكمه، هيعرف يتصرف ويكسب الانسان الاخر. اذا القوه هنا هي الاساس، قوه الاعصاب. دايما يقولوا ايه؟ الانسان القوي اللي يمسك اعصابه ويعرف يتصرف وقت الضيق. لكن الانسان الضعيف تلاقيه يعمل ايه؟ ما هو اسهل ان الانسان يشتم، اسهل حاجه ان الانسان يغلط، ما هو ده سهل جدا، اللسان على طول يفوت كده. لكن الانسان القوي اللي يتحمل غيره، وفي احتمالنا للاخرين نكسبهم، نبص نلاقيهم هم فكروا في اخطائهم وهم فكروا في المسيح اللي فينا، يجذبهم للوداعة، يجذبهم للاحتمال، يعلمهم الاحتمال في المسيح. حاجة ثانية، القدوة الحسنة. يعني ايه القدوة الحسنة؟ احنا بنقول ما نشتم فنبارك، نضطهد، عمرنا ما عملنا يا رب ايه اساءة باساءة، مش كده؟ لو عملنا المسيء باساءة زيه يبقى احنا كسبناه كده. لا ترد الاساءة بالاساءة ولا الشر بالشر. ان احنا ننتقم لنفسنا ده ينفع؟ ما ينفعش ننتقم لنفسنا. قلة احتمالنا ده ضعف وكسر وصية، لان الوصية في الاول بتقول ايه؟ محتملين بعضكم بعضا بالمحبة. اما انا ما احتملش وقابل الاساءة بالاساءة والشر بالشر، يبقى انا كده ضعيف وكسرت وصية. حاجة تانية، ان انا التمس العذر للاخر، اطلع مبرر للي قصادي. المسيح نفسه في معاملته معانا بيطلع لنا اعذار، بيطول باله علينا، بيقول في يوم هيجوا بيحتملنا. المسيح قادر ينهي العالم في لحظة، لكن حبه للبشرية كلها خلته ايه؟ احتملهم وطول باله عليهم. المسيح على الصليب قال ايه؟ لا يعلمون ماذا يفعلون. بقى انت يا رب بتطلع لهم مبرر وهم اللي بيصلبوك. ايوه ده احتمال ودي محبة، واحنا كلنا جايين النهاردة يا رب نتعلم منك. في فئة دايما في وسطينا بنسميها اخوة الرب، اللي هم الجماعة اللي بنسميهم الفقراء. احتمال ومساعدة الناس دي ده احتمال بمحبة كبيرة قوي قوي. لازم نطلع لهم مبرر، لان دول في ظروفهم السيئة جدا دايما بيلجأوا الى احتيال، الى كذب، الى ضعف، الى امور كتيرة قوي قوي. فلازم احنا برضو نعرف ان دي ظروفهم بتستدعيهم لكده، في احتمالنا ليهم نخليهم يبطلوا ونخليهم ايه؟ نساعدهم. وعشان كمان ربنا ما أقمناش قاضي على مين؟ على الناس دول. ربنا في محبته سماهم إخواته، لكن إحنا في أمور كتيرة قوي صدقوني بنتعب منهم وما بنحتملهمش، وبالتالي مش بنساعدهم على إنهم دي فئة بيكذبوا بيلجأوا لأمور إيه؟ ملتوية. دي كم نقطة بتساعدنا على الاحتمال. مجمعين منهم ولا سرحنا ولا إيه؟ مجمعين. ربنا يدينا نعمة. عايزين نعرف شوية أنواع من الاحتمال في الكتاب المقدس. أنواع الاحتمال كتيرة قوي قوي، وناس كتيرة مننا محتملة ألام ومحتملة أنواع. نوع من احتمال، أول حاجة احتمال الظلم. كلنا طبعا عارفين يوسف الصديق واحتمل الظلم قد إيه، ظلم إخواته وظلم في بيت فوتيفار وزوجة فوتيفار، واحتماله السجن. كان قد إيه صامت، وكان قد إيه قلبه مرفوع لربنا، وكان قد ايه مراعي ربنا في كل لحظه. ده احتمال الظلم. تاني احتمال، احتمال العوز والفقر. فاكرين مين احتمل العوز والفقر في الكتاب المقدس؟ عايزين يعني لعازر، برافو لعازر المسكين احتمل العوز، وهو كان بيستنى وينتظر الفتاة الساقط من مائدة الغني. ايه رأيكم فضيلة الاحتمال البسيطة اللي احنا شايفينها بسيطة دي عند العازر، ذكرته في الكتاب المقدس؟
الكتاب ما ذكرش فضيلة تانية للعازر هي فضيلة الاحتمال، باحتماله للغني، باحتماله الفقر والعوز، استحق ان احنا النهاردة نذكره واستحق انه يذكر في الكتاب المقدس. ثالث احتمال، احتمال المرض. مين بقى احتمل المرض؟ ايوب. ايوب احتمل المرض وكلنا نعرف عنه وانتوا تعرفوا اكتر مني، واحتمل كمان التعيير. واحتمال التعيير ده صعب قوي، وبالاخص ما يجي من مين؟ من اقرب الناس. ايوب احتمل التعيير حتى من مين؟ من زوجته، قالت له بارك ربنا وموت. فاحتمال صعب جدا، لكن في نعمة ربنا بيرفع في الاخر اللي احتمله، واحنا عارفين طبعا ان اخرته كانت احسن من ايه؟ من اولاد. احتمال اخر، احتمال التأديب. احتمال التأديب ده احنا بنحتمل التأديب من الابوين، بنحتمل التأديب من المرشدين. اهم احتمال للتأديب احتمالنا التأديب من ايد ربنا. ايه رأيكم؟ انسان ربنا يلاقيه زخ شوية كده فيجيبه يقدبه، لكن احنا بشر بدل ما نحتمل التأديب نقول ايه ربنا بيجربني، لا انا احتمل التأديب عشان انا بغلط او انا فعلا خاطئ، يبقى احتمل التأديب وافرح بالتأديب. ده احتمال، ما بررش التأديب من ايد ربنا واقول عشان انا ايه، لا ده ربنا بيجربني اصلا انا كويس وربنا بيجربني، لا احنا مش حلوين وانا اولكم، محتاجين التأديب من ايد ربنا، لان اللي بيحبوا ربنا بيعمل ايه؟ بيأدبه. احتمال التجارب والضيقات. طبعا كلنا بنقع في تجارب، بنقع في ضيقات. احنا كلنا كشعب وككنيسة وكمصر كلها اليومين دول المفروض نعمل ايه؟ نحتمل، مش كده؟ عارفين ان دي ايد ربنا، عارفين ان ربنا مش سايبنا، عندنا وعود زي ما ابونا قال لنا، وعود حلوة جدا في الكتاب المقدس، لا تخافوا، احنا واثقين يا رب ان دي ايدك، واثقين ان خيرنا والخير ايه؟ والخير بلدنا مصر. فلازم نحتمل بحب وبثقة وبصلاة ان احنا نصلي ان ربنا يعدي الامور ايه؟ على خير. في احتمال، وده اصعب احتمال، واحتمال جميل جدا جدا، يا ريتنا كلنا يعني نعرف عنه ونتعلمه. احتمال المجد والكرامة. يعني ايه؟ ممكن واحد يحتمل الاساءة، حد اساء ليه، لكن واحد احتمل المجد. يعني ايه الاول احتمل المجد والكرامة؟ فاكرين امنا العذراء، واحنا النهاردة برضو هنتكلم العذراء. العذراء احتملت المجد العظيم ده، العذراء احتملت ابن الله في احشائها، احتملت الملائكة ومناظر الملائكة. ما جاتش العذراء اتكبرت ولا اتعظمت كده على الباقي، احتفظت بكل الامور دي فين؟ في قلبها، متفكرة بها في قلبها، احتمت المجد. يقال ان احتمال المجد اصعب من احتمال الاساءة. احتمال المجد ده اللي ما يحتملوش يقع في خطايا اللي هي الكبرياء، لكن احتمال المجد ده قمة التواضع. العذراء في تواضعها احتملت العظمة والمجد. العذراء في احتمالها المجد راحت تخدم اليصابات، احتملت الطريق الصعب بينها وبين اليصابات وراحت تخدمها، ام الله المجد كله في احشائها وراحت تعمل ايه؟ تخدم اليصابات. فاحتمال المجد ده بركة كبيرة جدا جدا جدا. مكرم عبيد باشا قال مقولة جميلة قوي في احتمال المجد، انا بقول بسرعة يا جماعة. بيقول ايه مكرم عبيد باشا؟ الرجل الحق هو الذي يتطور دون ان يتغير، ويكبر دون ان يتكبر، ويحتفظ بثباته في وثباته. يعني الانسان الحق، الرجل الحق اللي ربنا يعليه، لكن هو ايه؟ ثابت في مكانه، ثابت في اتضاعه، فده ياخد عظمة وياخد بركة اكبر، بس مش من هنا، من ايد ربنا. في احتمال تاني جميل خالص، اللي هو احتمال انتظار الرب. يعني ايه احتمال انتظار الرب؟ دايما كلنا ساعات نطلب من ربنا حاجة ونبقى مستعجلين قوي، مش قادرين نصبر. وناس كتير خالص وقعوا في الموضوع ده، في عدم الاحتمال ده. فاكرين مين؟ شاطرة اللي هتقول مين اللي احتمل، اللي ما احتملش انتظار الرب؟ ابونا ابراهيم، برافو. ابونا ابراهيم ما احتملش انتظار الوعد، ما احتملش انتظار ربنا، فراح سمع كلام امنا سارة وخد مين؟ وخد هاجر، وجلب علينا كل اللي احنا فيه النهارده. كمان داود النبي ما احتملش ده، برضه في المزمور يقول له اسرع واعني، اسرع يا رب واعني. ايه ده؟ انت مش قادر تستنى؟ كتير بنقع في عدم الاحتمال.
فاحنا النهارده عايزين نتعلم من كل نقطه اللي ربنا بيديهولنا النهارده عشان ناخده مش بس عظه، عشان ناخده حياه، اسلوب حياه، ان احنا يا رب نقول له ايه؟ انتظارا انتظرت الرب من محرس الصبح لليل. طبعا داود بعد ما عاش الامور دي برضو قال لنا المزمور الجميل ده، انتظارا انتظرت الرب من محرس الصبح الى الليل، انا منتظرك يا رب ايه؟ منتظرك على طول. بس انا منتظر الرب انتظره بصدر واسع وبثقه، مش انتظره وانا متذمر، مش انتظر ربنا وانا هعمل ايه ما انا مش بايدي حاجه، ما انا هستنى هستنى، لا انا انتظر ربنا وانا ايه؟ وانا واثق ان اللي بيعمله ربنا لخيري، وانا واثق ان الوقت اللي ربنا هيختاره هيبقى احسن وقت واعظم وقت لي. ده بالنسبه لامثله من الكتاب المقدس في الاحتمال. طب احنا النهارده عايزين نقتدي بحد احتمل ونتعلم منه برضه من الكتاب المقدس ومن حياتنا. اول واحد نتعلم منه الاحتمال مين؟ رب المجد، ربنا يسوع المسيح. طبعا احنا قلنا الايه برضه في الاول اللي هي كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا. ده انت يا رب محتملنا كلنا كده ايه على بعضنا. ربنا في محبته احتمل الامم، الامم كلها عقبال ما امنوا ربنا احتملهم. ربنا احتمل الشيوعيين، احتمل الملحدين، احتمل الناس اللي ما بيعترفوش بالدين ولا بيعترفوا بربنا. ربنا احتمل اللي بيجدفوا عليه وما زالوا ناس بيجدفوا على ربنا وبيكسروا الوصايا، لكن ربنا في محبته بيحتمل الكل، مش كده؟ فاحنا يا رب بنتعلم منك قد ايه الاحتمال الكبير ده، بنعلم منك ان حتى الانسان اللي بيهنا وبيهين ديننا ان احنا نتحمله ونصلي له كمان. ربنا كان قادر في لحظه يفنيهم، مش كده؟ مش ربنا قادر الناس اللي شوف احنا دايما اما نتكلم عن المجموعات الموجوده اللي يمجي الاقي ناس كتير قوي تدعي عليهم وناس تشتم فيهم. طب ما هو ربنا قادر يفنيهم في لحظه، مش كده؟ لكن ربنا ايه؟ عنده احتمال، وفي محبته بيحتملنا كلنا. ربنا احتمل الخطاه. فاكرين القديس اغسطينوس عمل كتير في خطيته، ربنا احتمله. مريم المصريه ربنا احتملها. ربنا احتمل القديسين اللي كانوا الاول مخطئين اصبحوا ايه؟ اصبح احتملهم لحد ما تابوا. ما قالش ان دول بيجدفوا عليا، كاسرين وصيه، بيتعبوا ولادي، بيقتلوا ولادي، لا ربنا في احتماله ليهم واثق انه هيجيبهم في الاخر، ربنا هيتوبهم، اللي هو ايه؟ اللي قلبه شايفه ربنا حلو هيتوب، والاخر هو ربنا برضو اللي في ايده كل الامور. موسى النبي فاكرينه احتمل شعب اسرائيل ازاي في الخروج؟ موسى النبي احتمل الشعب اللي الكتاب قال عليهم قصات الرقاب، يعني شعب جامد وشعب قاسي جدا جدا، لكن موسى ايه؟ احتمله. موسى احتمله بمحبة، موسى احتمله بربنا اللي جواه، موسى احتمل تذمرهم، تذمروا على موسى كتير جدا في البرية، لكن موسى ايه؟ احتملهم. تصوروا ربنا بيقول لموسى اتركني ابيدهم وامحو اسمهم من تحت السماء، ده ربنا، لكن موسى قال له لا يا رب ارجع عن حمو غضبك واندم عن الشر. طب دول تعبوك يا موسى، لكن انا يا رب ايه؟ محتملهم وبعمل المأمورية والتكليف اللي انت كلفتني دي، انا بحتمل شعبك لان دول ايه؟ دول ولادك، مش كده؟ انا تكليف واخده منك وانا ماشي بيهم يا رب في احتمالك واحتمالك ليهم. فاكرين داود النبي اما احتمل ابنه ابشالوم؟ ابشالوم ابن داود عمل جيش من وراء ابوه وكان عايز ياخد مكانه الملك، ودخل على جواريه وقوم الناس عليه، هيج عصى الناس كلها على داود النبي، لكن داود النبي طالعين يحاربوا ابشالوم قال لهم ايه؟ ترفقوا بالفتى ابشالوم. ربنا في قلبه الحنين احنا بناخد منه الحنان والاحتمال ده. داود كان قلبه بيئن على ابنه برغم ان ابنه طمعان فيه وعايز ياخد منه المملكه، لكن قال ايه؟ ترفقوا بالفتى ابشالوم، خلي بالكوا ده ابني. فاحنا لو تعاملنا مع الناس كلهم من منطلق الاحشاء الرحيمه دي والاحتمال ده ربنا هينظر لينا. وما مات ابشالوم داود النبي قال له يا ابني يا ابني يا ليتني مت بدلا عنك او عوضا عنك. قد ايه كانت فضيله الاحتمال عند الشهداء
الشهداء اللي تحملوا السجون والعذابات من أجل أول فضيلة قلناها، من أجل إيه؟ اتحملوا من أجل محبتهم للملك المسيح. احنا قلنا تذكروا إن أهم حاجة المحبة، اللي من خلالها بنتكلم النهاردة عن فضيلة من الفضائل اللي هي الاحتمال. الشهداء كانوا ثابتين من أجل محبتهم، محتملين من أجل محبتهم إلى أن استشهدوا. احتمال الأنبياء والرسل في الكرازة ونشر الإيمان، احتمال الرهبان للمعيشة في البراري والبراري والقفار، كانوا محتملين ده كله من أجل إيه؟ من أجل الأساس المحطوط جواهم، في أساس اللي هو الأساس إيه؟ محبة المسيح. المحبة تدينا الاحتمال. احتمال الآباء والرسل، احتملوا الضرب، احتملوا الإهانة، السجون، المحاكبات. يقال إيه؟ فرحوا، خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستهلين أن يهانوا من أجل اسم المسيح. هو أنا استحق يا رب أن أنا أتهان من أجل اسمك؟ فدي كانت محبة كبيرة ومحبة عظيمة جدا. بولس الرسول كمان في العهد الجديد احتمل كتير قوي. احتمل أن يقولوا له إيه؟ التعيير، أن أنت بتهزر يا بولس، أن الكتب الكتيرة وصلتك للهزيان يا بولس. تصوروا، من أجل أنه ينشر الإيمان، من أجل أنه يعترف بالمسيح وينشر الكرازة، اتهموا أنه هو إيه؟ أنه هو مهزار. فاكرين كمان موسى الأسود لما الرهبان الراهب قال له اخرج يا أسود، قال له اخرج يا ايه؟ يا حبشي. فموسى عمل ايه؟ انتوا عارفين طبعا موسى النبي، ربنا احتمله لحد ما توبه واصبح قديس، فجي كمان بيجرب وقال له اخرج انت حبشي انت اسود، راح عمل ايه؟ احتمل وخرج. وكان موسى القديس موسى الأسود طبعا كلنا عارفينه وعارفين القامة اللي وصل ليها. ربنا مدينا فضيلة الاحتمال، كلنا اتكلمنا عنها عموما النهاردة، لكن فضيلة الاحتمال عايزين ناخدها بقى من حياة أمنا العذراء، على أننا برضو اتكلمنا في جزء كبير منها. أمنا العذراء احتملت التعب من سن 3 سنين، كلنا نعلم طبعا أن من سن 3 سنين ودوها فين؟ ودوها الهيكل. كان أكبر تعب عليها أن دي طفلة وهتسيب حضن أمها وأبوها، واحتملت التعب في الهيكل. وانتوا عارفين الهيكل ده ما كانتش قاعدة كده، يعني كان فيه تعب وكان روث الذبائح وكان تعب جامد جدا بتخدم الكهنة في الهيكل. ده كان احتمال أمنا العذراء التعب من 3 سنين. أمنا العذراء احتملت التعب كمان في بيت يوسف، انها برضو سنها قد ايه وهو سنه قد ايه وبتخدم في بيت يوسف. احتملت التعب ذهاب وعودة في السكة اللي قلنا، وهي راحة تخدم مين؟ تخدم أليصابات. احتمال قبل دول احتمال اليوت، احتملت اليوتم من امها وهي سن 6 سنين، احتملت اليوتم من ابوها وهي سن 9 سنين. احتملت لو اي حد فينا في مكان وخلاص هيخرجوه ملوش حد، ايه رأيكم في الوقت ده تعمل ايه؟ واحدة عندها 12 سنة والمفروض انها تطلع من الهيكل ومفيش حد ليها ياخدها، لا ام ولا اب ولا اي حاجة. ده احتمال تعب نفسي جامد جدا، لكن امنا العذراء جازت كل ده محبة في ربنا وعدت بكل الأمور دي عشان تعلمنا النهاردة فضيلة الاحتمال. احتمال المجد احنا اتكلمنا فيه مش كده؟ ما اتكلمتش وقالت أنا أم الله، أنا أم القدوس، أنا يا بختي. إيه رأيكم النهاردة لو واحد في الثانوية العامة طلع الأول، والدته هتبقى عاملة إيه؟ ما الدنيا مش هتسعها مش كده؟ واحدة ابنها راهب، ابنها كاهن، تلاقينا كلنا دايما نفتخر. حتى حتة الافتخار دي العذراء ما عملتهاش، العذراء ما عملتهاش، العذراء في التضاع احتفظت بكل ده فين؟ في قلبها. احتمال الظلم، ومن العذراء اتظلمت كتير قوي من اليهود واتظلمت من المعاملة السيئة منهم. وعلى فكرة نظرات يوسف ليها كانت نظرات برضو متعبة، لكن أمنا العذراء ايه؟ احتملت كل ده. ميرسي احتملتموني.